بالفعل يعني هي الإجراءات الحالية المتبعة في الجهاز المصرفي أدت إلى هذه الضائقة وهذا الاختناق في السيولة. وأنا أعتقد أن الحل لهذه المشكلة هو إعادة الثقة في الجهاز المصرفي. المشكلة أن المواطن فقد الثقة، فإعادة الثقة أصعب من فقدانها، سهل جدا أن تفقد الثقة. لكن نحتاج الآن الكلام أن هناك اتهامات خطيرة بالنسبة للمصرف المركزي. الآن ذكرت في بداية حديثك أن هذه أزمة مفتعلة، بالتالي سياسية. نعم، من ناحية السياسية نعلم أن هذه يعني لما نقول أزمة مفتعلة الجميع يفهم أن هناك ضغوطات من خلال هذه الأزمة يضغط على طرف لقبوله بحل سياسي معين. لا، هو قد يكون الضغط على الشعب نفسه، يعني على الشعب نفسه، نعم، حتى يقبل تركيع الشعب يقبل لكي لا يعترض على أي حل. كل ما يملى عليه يقبله ويقبله. وهذا وهذا أخطر وأنكر، أنه يكون الضغط على عامة الناس. والحقيقة الضغط واقع على المواطن البسيط. أنا أتفق معك في هذا. طيب، هو الضغط على الشعب وتركيع الشعب لكي يقبل. بالتالي يهمنا جدا أن نعلم أو نحدد أدوات هذه الأزمة. الآن السيد فايز السراج يصرح بأن البنك المركزي يتلكأ ويتباطأ في اتخاذ بعض الإجراءات، وهو عنده بعض الاقتراحات أيضا. نعم نعم، هو حسب ما فهمت من حديث السيد رئيس المجلس الرئاسي هو أنه أبدأ استعداده لتوفير أي غطاء سياسي. نعم، لكن لا نعرف بالضبط ما هو لقرار الاقتصاد. نعم. ربما أنا لا أعرف التفاصيل. نعم. ربما المصرف المركزي لم يقدم مقترحات في هذا المجال، لأنه لو قدم ربما ما كانش الكلام. لكن احنا كاقتصاديين نعرف أن المشكلة هي مشكلة ثقة، ومن عناصر هذه المشكلة هو وضع سقف للسحب. هذا السبب. السبب الآخر التعقيد إجراءات فتح الاعتمادات. المنشور مصرف ليبيا المركزي في تاريخ 7/1/2016 وضع شروطا لفتح الاعتمادات، هي شروط بمعنى ممنوع فتح الاعتمادات. هو ما قالش ممنوع، لكن هو هذا ما تقوله الشروط. وبالتالي كان ينبغي أن يخفف حدة هذه الشروط لكي تقدم الشركات والمنشآت على فتح الاعتمادات، وبالتالي يعني تتوفر السيولة، لأن لا يمكن لأي جهة كانت تفتح اعتماد إلا بأن تودع أموال. نعم. إيه، فلابد من تتوفر السيولة تدريجياً.